التجارة بالمنتجات الزراعية نمت ب10% في العام الماضي وبلغت 6,700,000,000 دولار، وفي الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري ازداد ب60%. في عام 2022 صدرت روسيا لإفريقيا 11 مليون طن، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حوالي 10 ملايين طن، بالرغم من العقوبات غير الشرعية التي تعقد توريد المواد الغذائية وتعقد القطاع اللوجستي، إلا أن هذا ما يحدث الآن. وهناك صورة مليئة بالمفارقة، فمن جهة الغرب يدعو عراقيل جديدة أمام توريدات حبوبنا، ومن جهة أخرى يتهمنا بشكل منافق بالأزمة الحالية على الأسواق الغذائية العالمية. وهذا الموقف تجلى بشكل واضح أثناء تنفيذ ما يسمى بصفقة الحبوب المعقودة بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي. ولكن خلال سنة واحدة في إطار هذه الصفقة تم تصدير حوالي 32 مليون طن من الشحنات من أوكرانيا، و70% منها وردت إلى بلدان ذات مداخيل عالية أو مداخيل أعلى من المتوسط، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حين أن أثيوبيا والسودان والصومال وغيرها من البلدان عاد إليها، أرجو الانتباه، أقل من 3% من الحجم العام، أي أقل من مليون طن فقط. وروسيا أقدمت ووافقت على المشاركة في هذه الصفقة، بما في ذلك بما تضمنته هذه الصفقة من تعهدات برفع العراقيل والحواجز غير الشرعية أمام توريدات الحبوب والأسمدة المعدنية الروسية.